خلينا نشوف هذه الهواية ومتع الجمهور بمقطوعة، واش راح تسمعنا؟ عندي واحد القطعة نعم حدثوني عنه لدعاء عبد الرحمن. تفضل. حدثوني عنه لم يكتب لي، وأخيرا وجد الفرحة والحرية. حدثوني عنه أين كان يعيش، في البلد البعيد هل كان سعيد؟ أحقا أنه يسكن بالميناء، ألا زالت معه سلسلة من ذهب في الصور؟ يبدو لأنه تغير، ويبدو لحزينا متعبا. حدثوني عن أين كان يعيش، في البلد البعيد هل كان سعيد؟ حدثوني عن لا أحب سواه، قال لاصبري وبعدها كان الصمت.